تحياتي واهلا بحضراتكم في فقره مختلفه من برنامجكم الحقيقه. ليه بقول فقره مختلفه؟ يمكن الاسبوع اللي فات اتكلمت مع حضراتكم عن معرض البازار التابع لجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، واتكلمنا ان المعرض ده قد ايه يعني موجود في مصر وبيتبنى كل المواهب المصريه والصناعات الحرفيه والتراثيه والشعبيه واليدويه اللي موجوده، واتكلمنا قد ايه ان هو معرض مختلف. لكن الحقيقه خلينا نتفق ان الكلام في الاستوديو حاجه والكلام على ارض الواقع حاجه تانية. عشان كده احنا حاولنا ان احنا ننزل من قلب الحدث وننزل ارض الواقع ونشوف قد ايه مصر عندها شباب وولاد ومهارات ومواهب عظيمه جدا في الصناعات اليدويه والتراثيه في مختلف المجالات ومختلف الانواع. هحاول على قد ما اقدر انا وزمايلي خلال الفقره دي ان احنا نمتع حضراتكم ونمتع كده يعني بصرنا بكل الجمال اللي موجود والابداع اللي موجود في معرض البازار. دائما ابقوا معنا. الحقيقة المعرض هنا مش فيه بس جمال المنتجات، لكن لما حضرتك كده تتجول وتتكلم كده مع المصريين الجدعان تحس كده ان الجمال مش مقتصر والله على منتجاتهم، لا ده كمان على أرواحهم الجميلة. حقيقة في اللقاء ده أنا مش هتكلم كتير، أنا بس هخلي ضيفتي الكريمة العظيمة الفنانة المبدعة المصرية الدكتورة هناء عبد الرحمن هي اللي تتكلم عن نفسها وتعرف نفسها لحضراتكم. يا دكتورة تحياتي لحضرتك. شكرا. أنا محتاجة حضرتك تعرفي يعني نفسك الجميلة العزيزة للجمهور. تسلمي. أنا دكتورة هناء عبد الرحمن، استشاري أشعة تشخيصية، متخرجة من القصر العيني سنة 72، عندي 73 سنة لسه شباب يعني. الشباب جامد. هو ده اللي أنا عايزة أوصله. ربنا يديك الصحة. العمر رقم حضرتك. الإنسان بيفضل يشتغل طالما هو يقدر يعطي، يعني دي رسالة عايزة أوصلها لكل الناس. إيه اللي خلى حضرتك بقى يعني الصناعة دي عايزة حضرتك تعرفيها للمصريين، يمكن إن هي ما تكونش معروفة كتير قوي أو اندثرت مع السنين؟ أيوه أنا بصي والدتي رحمة الله عليها كانت بتعمل لنا كل حاجة زي زمان، كل الجدود والأمهات كانوا بيشتغلوا كل حاجة، فكانت تخيط لنا كل حاجتنا وكده، فيعني طلعت بحب الفن، يعني طلعت بحبه. خشيت الكلية وبعد ما خلصت يعني درست الخياطة كده على أساس بحب أدرس الحاجة، بعد كده بقى قعدت أشتغل وعندي ولدين، وبعدين سافرت أدرس سنة 82 في أمريكا. أوكي. لما رحت هناك شفت الشغل ده عجبني قوي. الشغل اسمه؟ اسمه كويلت. كويلت. يعني فن اللحاف. يعني طبقتين من القماش وبينهم طبقة من الفايبر وبنمسكهم مع بعض زي المنجم. اللي أنا عايزة أوصله إن ده علم بيدرس هناك، يعني أنا درسته مش مجرد هواية. خد وقت مع حضرتك قد إيه؟ ما بياخدش وقت. أنا خدت أيامي كورسات كتير. ما كانش فيه إنترنت، ما كانش فيه هواء مفتوح، ما كانش كل المعلومات الإنسان يقدر يشوفها، لكن دلوقتي كل حاجة متاحة فالناس تقدر تتعلم، واخد بالك؟ لما أنا رحت يعني قعدت أتعلم، يعني لما تجيلي فرصة عشان ولادي كانوا بيدرسوا بتعلم، باخد كلاس في كلاس لغاية لما بقيت الحمد لله كده ومبسوطة بيه. أنا كمان حاسة منتجات حضرتك إن فيها تراث مصري حضرتك مزجتيه في هذه الصناعة. لازم. لازم. ازاي بقى ده؟ ما هو يعني ده اكيد تصميم حضرتك. اكيد. ايوه بالظبط. عشان تشوفي رمضان مثلا اقوم بدل ما اعمل بالالوان كده اعمل بقماش رمضان، بيدي تاثير حلو قوي. هو ده بقى الكرييشن اللي الواحد بيعمله، واخد بالك؟ الابداع. الابداع. فكده طيب انا اعرف كمان ان يعني ده عشان بس في مسمى كده ممكن تكون الناس فاهمه ان عشان هو الحاف يبقى احنا بنتغطى بيه. لا. لكن لا ده بيتعلق على الحيطه. أيوة. كنوع من انواع الديكور. أيوة. وممكن يبقى مفرش. أيوة. ممكن يبقى ليه استخدامات كتيره في جدا في الديكورات. في الفاشن رهيب في الديكورات لما يتحط على الحيطه حضرتك جداريه
تحفة، بنعمل منه خداديات، بنعمل مثلا كيس للموبايل، بنعمل بعمل عارفة كياس يعني كده، كل حاجة من كيس النظارة لأكبر حاجة، طالما هي انت معاكي قطعة قماش يعني تقدري تبدعي فيها، الناس بتقدر الشيء كويس. عشان كده أنا بقول إيه للشباب وبقول إيه للستات وبقول إيه للناس اللي بتشتغل بإيدها، اعمل الحاجة اللي بتحبها. والله أنا فخورة جدا تسلمين. إن في ست مصرية جدعة جميلة زي حضرتك حقيقة، لأن أنت حضرتك يعني ربنا يديك الصحة قدوة لناس كتير. تسلمي. وقدوة تسلمي. لأهالينا كبار السن اللي ممكن يحسوا إن في لحظة ما الحياة واقفة، لا لا أو لا. إن هم بقوا مش إضافة للدنيا، لا 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 لا، يعني زي ما حضراتكم كده شايفين النموذج المبهج الإيجابي الجميل، يعني حضرتك قد إيه يعني اديتي مثال يحترم ويحتذى للست المصرية شكراً. وللست المكافحة الطموحة الحقيقة. شكرا ليكي. شكرا.